الفقرة دي معايا 3 كروت، كارت أصفر وكارت أحمر وكارت أخضر. في الكارت الأصفر بتدي إنذار لمين من الوسط الرياضي؟ لا ما بديش انذار لحد، ان انا احذره يعني ما بديش حاجه. مش تحذره لنفسك، ممكن يكون إنذار ليه هو كشخص، إنذار شخصي. محدش هيتضايق منك يا لا كابتن، ما خليك مش متضايق تمام. انا والله، انا خد بالك انا مش ان انا خايف ان حد ده، انا لو شايف حاجه ان في حاجه مثلا وده أصل صح أكيد دي هقولها، موجودة، بس انا يمكن موجوده بس انا مش شايفها، يعني هي موجوده مش شايفها. حتى لو من الفريق بتاعك. حتى لو من الفريق عندنا ده برضه مفيش حد. طيب كارت أحمر بتطرد ظاهرة إيه من الملاعب؟ حاجة مش عاجباك في الملاعب عامة. التعصب، لو مفيش تعصب موجود هتلاقي الدنيا كويسة جدا ومفيش أي مشاكل، مفيش أي حاجة من اللي بنشوفها بتحصل. كارت أخضر بتدعم إيه في الرياضة بشكل عام، وحاجة نفسك تعملها؟ بدعم من الروح الرياضية طبعا، تبقى موجودة في كل الألعاب وكل موجودة بين كل اللعيبة وكل الأندية. الحاجة اللي أنا نفسي أعملها في الرياضة يعني نفسي مش عارف صراحة، دي حاجات كتير بس مفيش حاجة بعينها دلوقتي. طيب آخر فقرة.